هذا المعرض صار كل سنة عم بيصير بقاعات كنيسة الصليب، بتنظمه لجنة القاعات، والسنة يعني أخذ اسم الأيقونة نافذة إلى السماء، لأنه حتى نبين هذا الفن البيزنطي الرائع، الفن اللي عنا بهالكنيسة، وكل عنا عدد من الرسامين اللي عم بيعرضوا رسوماتهم، وبنفس الوقت عم نكون في عنا أيقونات موجودة بالمناطق والأبرشيات الثانية كمان عم نعرضها حتى المؤمنين يعرفوا هذا التراث وهذا الكنز الكبير الموجود والثمين الموجود عنا بهالكنيسة. الأيقونة هي فن خاص وفن روحي بيعتمد على إظهار شخص القديسين والسيد المسيح وسط المؤمنين بالكنيسة أو بمقتنيات بالبيوت، فهي عمل خاص وهو رسالة نحن بنحملها لنقدر نعمل هالواسطة، ننقل بالخط واللون المعاني الروحية واللاهوتية. هاي المشاركة الثالثة وبتأكد على استمرارية وجود الأيقونة بحياتنا، وهي مشاركة كتير مهمة حتى نعرف العالم، نرجع ونأكد على دور الأيقونة بحياتنا، انه هي ما انا بس مجرد بوست بنحطه بالبيت او بروفيل معين، لا هي وسيله للصلاه، خصوصا بهالايام الصعبه بهالازمات اللي عم نعيشها. المعرض الايقوني عم بيجي تاكيد لوجود الايقوني بحياتنا ودورها واهميتها. الايقونه هي جزء من الحضاره السوريه، وهي شاهد من شواهد كتاب الحضاره والفن السوري. الايقونه البيزنطيه هي ليست ابداع خيالي، فينا نقول هي فن كنسي بقواعد معينة، هي القواعد نحن استمرينا بالحفاظ عليها ومستمرين بالحفاظ عليها وبإعطاء تجدد من روحنا المتجددة فيها. الأيقونة هي عبارة عن تحريف لكلمة يونانية إيكونا، إيكونا تعني صورة، بس بنفس الوقت بنعتبرها نحن بلاهوتنا الكنسي الصورة لك ذات القواعد المحددة، إلى بني طريقة بالشغل محددة، إلى حتى أسلوب الخط محدد. المعتقد الأساسي لنا هو الإيقوني والتراث اللي نحنا أخذناه من أبائنا ومن أجدادنا، واللي إسه عنا إيقونات قديمة كتير الحمد لله، بعدنا لحد هاللحظة محافظين عليه، وعلى طول عم نبعث شبابنا وبناتنا لبرا يدرسوا إيقونة، يدرسوا مرسم، وجولة هلا عنا حتى يحطونا بالكنائس مثل ما شايفي والمعرض ده. ونحن هالمعرض اللي شايفينه هاني هو نموذج انه لنقدر نعرض شوي من شو عنا. عم بشتغل ايقونه صلي مده لا باس فيها، وعم حاول طورها وعم حاول اشتغل عليها، وبشتغلها بتقنيه كمان فنيه بحته، هي بالوان التيمبرا. الايقونه هي انجيل مكتوب، مثل ما الرسل نقلوا البشاره مكتوبه نحن مننقل البشارة مرسومة، فلذلك نحن ما منقول رسم إنما منقول كتابي، نحن الكلمة الإلهية منكتبها بالألوان. فالأيقونة مثل ما شايفي هي منركز دائما على الوجوه، لأنه النور بالأيقونة بيجي من الوسط من النص.